السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة. نظرة سريعة إلى زراعة القرنبيط أو الزهرة في نظام الدوتش باكيت. زي ما أنتم شايفين طبعا أنا زارع جنبه هون بقدونس كمان. طبعا أنا لاحظت شغلة بالنسبة للكثافة وكبر الأوراق، وجدت أنه في نظام الدوتش باكيت أسلم أو أقوى، بتخرج النبتة بشكل أقوى. الله العليم السبب هو يعني قلة حاجة البقدونس للمياه، أو يعني كثافة المياه، يعني لا يحتاج إلى كثافة مياه. يعني هنا مثلا على سبيل المثال هذا بربيش التغذية زي ما أنتم شايفين، حاطه جنب الزهرة. البقدونس هون ما شاء الله طالع، يعني بدها ريحة رطوبة، يعني ما بدها ماء مباشر. أنا زارعها في الماء المباشر، جيد النتائج، ولكن هون أفضل، يعني بصراحة هون أفضل زي ما أنتم شايفين. أنا هون مستغلها عشان الزهرة بشكل عام عمرها نوعا ما طويل، فمنستغل نزرع جنبها النباتات بنحتاجها في البيت. يعني هون كمان حاطط جنبها بصل، يعني ما بتأثر على، يعني بتقدر تستغلها بأكثر من، حتى إني هون كمان رامي حبات فول حتى لو نبتت إن شاء الله يستفاد منها. وبازيلا أيضا، زارع بازيلا، مساحة صغيرة يعني تستغل فيها. هذه هنا بازيلا، يعني بس مجرد ما إن رمينا الحبوب على السطح وحركنا السطح قليلا بدأت سبحان الله تنمو. هيك بشكل عام هذا مقطع طولي هيك بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين. في رياح عنا، شايفين كل دوتش زارع فيه بقدونس، مستغل المكان. يعني طبعا اعتمدنا احنا سقوي مختلفة عن نظام الخلطات المتعارف عليها، خلطة يارا. هذه خلطة مختلفة كليا عن الخلطات المتعارف عليها، استخدمنا فيها العناصر كاملة، يعني مش فقط الموجود الامبيكي، استخدمنا ايضا اضافات اخرى مثل احادي فوسفات البوتاسيوم، استخدمنا كمان معها سلفات النشادر اضافة الى الموجود، سلفات المغنيسيوم، سلفات البوتاسيوم، سلفات المغنيسيوم، نترات الحديد، نترات الكالسيوم اسف، شيلات الحديد. فهناك خلطة يعني الحمد لله توصلنا إليها، هي أقوى بكثير من الخلطة المتعارف عليها. زي ما أنتم شايفين إن شاء الله الأمور تمام، إن شاء الله بنعاود نصور. هذا نظام الدوتش باكيت، أنا أراه أفضل بكثير من نظام الأنابيب. نظام الأنابيب لو خليناه بس فقط للخس، وحتى يستفاد أيضا من هذا الفيديو أن نذهب إلى الاطلاع على الخس. هاي هون عندنا أخوة الخس، طبعا زي ما أنتم شايفين الخس يا أخوة. الميزة في المرة هذه، يعني احنا بدأنا من تقريبا سنتين، الميزة في هذا النظام انه في اضافات اضفناها، اضافات نوعا ما صحية نوعا ما، وليست نوعا ما خطرة ولا تحتاج الى مدة امتناع وكذا، الا وهي اضافة مادة اليود الطبي الى السائل المغذي، الى السائل المغذي. طبعا هلا راكد مش مشغل المضخة. اضافة اليود الطبي ضروري جدا يا اخوة، انا انصح به. لا نصيحة لوجه الله، ما نحط المعقمات المتعارف عليها، نحط فقط نقطتين لكل 10 لتر من اليود الطبي. اللون هو أحمر، في لون أحمر، في لون بيجي برتقالي تقريبا، فنضيف اللونه أحمر اللي بيكون تركيزه أعلى. فهذا أفضل معقم، يعني ممتاز جدا، قدرنا نحصله من أحد الإخوة بارك الله فيه.
ممتاز جدا، يعني بعقم المي وما يعني الجذور عندنا ما شاء الله تبارك الله ما فيها اي نوع من الفطريات، ما فيها اي نوع من الطحالب، ما فيها اي شيء اللي بتضر النبت بشكل عام. هلا الميزه في النظام هذه السنه يا اخوه اللي احنا اللي هدفه انا يعني انتقلت لهذا التصوير اللي هو مش حاطط انا وسط حامل، يعني مجرد ما فقط حطيت الخسه بدون اي وسط حامل، يعني ما في لا كوكوبيت ولا حجر توف ولا حجر يعني توف ايطالي ولا شيء، يعني امورها تمام بدون اي مساعدات زي ما انتم شايفين، وهي ايضا اخذه بالالتفاف زي ما احنا شايفين. امورها الحمد لله رب العالمين افضل من المرات القادمه، هون ايضا زي ما احنا شايفين. طبعا هي تم السطو عليها زي ما انتم شايفين، الشباب اجوا اكلوا من الخس. يعني هنا مثلا زي ما انتم شايفين ما في نهائيا اي اوساط حامل، شايفين فقط انه نخلي مستوى الجذر هو اللي غامر في الماء، الساق نبعده عن الاخوه، بنبعده عن الماء، بدناش الساق يعني مع الوقت يهتري زي ما انتم شايفين كيف. هو اهم شيء يا اخو بالنبت الجذر، الجذر اذا بقي سليم معناها الامور ان شاء الله ستبقى في السليم. يعني هذه فكرة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.